مقبلون على تربص جديد وتواجه المنتخبات الاولى في الامارات استمرار. بون ان شاء الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اليوم انا رايحين الامارات ان شاء الله باش نديروا ان ستاج اللي فيه 3 ماتش اميكو يعني كونتر دي زيكيب ملاح. حنا ان شاء الله يعني اونيسي يعني نمدوا نضموا مليح ان شاء الله اللي يشرفنا ويشرف الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا دي طري بون تاس لينا ان شاء الله باش نحضروا للشان ان شاء الله. خاصة انه منذ بداية تحضيراتك مع المنتخب المحلي نتائج ايجابية، تربص يعني بنجاح خاصة بينكم بين اللاعبين والطاقم الفني، نحسوا ان هنالك كاين لا كونفيونس متبادلة ما بين الطاقم واللاعبين. بيان سور الحمد لله، يعني احنا شاك ستاج انا ندخلوها انا نزيدوا نتعلموا حوايج جدد يعني مع الستاف تكنيك. احنا نشكروا الستاف تاعنا يعني شغل ما يبخلش علينا، يعني توجور يجيبوا لنا صوالح جدد يعلمونا. احنا يا خويا احنا نرجعوا لهم في التيرا يعني واش انا نخدموا في التدريبات ان شاء الله نكونوا يعني عند حسن الظن تاعهم ان شاء الله في الشان ان شاء الله، ونخلوا الكاس في الجزائر ان شاء الله. خاصه انه كما قلت الكاس تكون في الجزائر، نشوفوا ملاعب جميله، كل امور تبشر بخير هذه المنافسه، كما كان لاعبين تطمحوا باش تلعبوا هذه المنافسه في الجزائر كما قلت لما تتويج بها. بيان سور صافي بليزير كي تشوف لي ستاد يعني اللي بناوهم بمقاييس عالميه. نشكروا يعني كل السلطات يعني على هذه المجهودات هذوما. ان شاء الله احنا كما قلت لك راح نديروا كامل اللي علينا ان شاء الله باش نخلوا الكاس ديالنا هنايا ونفرحوا بها الشعب الجزائري ان شاء الله. خاصة كذلك ان المجموعة كثير من اللاعبين تعرفوا، كاين كثير من الفرق شوية من اللاعبين من شباب جزائر من اتحاد العاصمة، رغم هذا اللاعبين تعرفوا حتى الفرق الاخرى، نحسوا كاين لا كويزيون، كاين يعني المجد بين اللاعبين هذوما. سي فري يعني لا بلو بارت لي جوار يعني كاع نعرفوا نتعرفوا ما بيناتنا من يعني من لي كاتيغوري بالك جان. يعني برس كل واحد فينا يعرف صاحبه كيفاش يلعب، يعرف كيفاش يخمم، هذه هي اللي خلات تكون لا كويزيون في الفريق. ان شاء الله احنا نتمنوا تكمل بهذا الروح الاخويه ان شاء الله باش نديروا حاجه مليحه ان شاء الله في المستقبل. مرسي، ربي يحفظكم، تعيشوا. هذا التربص الثاني خارج الوطن، تشوف بلي لو كان التربص داخل الوطن لان الشان تقدر داخل الوطن، خاصه ان بوغرا يصر على برمجه الفيفا في ملعب براغ، الا استقبلوا. بون جاي نقول لك يعني هذه القضيه انا ما عندي حتى تعليق فيها، يعني انا كلاعب يعني نستدعى نروح تربص في اي بلاصه كانت سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر. احنا سيفري ماذا بينا يعني نستقبلوا في الملعب يعني باش نحكموا لي روبير، مي بون معليش حنا نحترموا يعني القرار تاع الكاف، قال لك ممنوع يعني تلعب في لي ستاد هادو ما قبل الشان. حنا في الجزائر ولا خارج الجزائر حنا نخدموا يعني سيريو ان شاء الله نكملوا هكذا ان شاء الله باش نحققوا لوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله. شاب كذا الاساسي فوق العاده في المنتخب المحلي، هل يستهدف المنتخب الاول؟ خاصه انا بالماضي اكد ان الابواب مفتوحه لكل لاعب. بون واش راح نقول لك يعني نشكروا بزاف الكوتش يعني بالماضي. واش راح نقول لك يعني انا جو بريفير نخدم في التيران ان شاء الله، وان شاء الله الا كنت نستاهل ان شاء الله المنتخب الاول ان شاء الله، لما لا باسكو هذا حلم تاع اي لاعب ان شاء الله. كلمه لانصار شباب بلوزداد الذين يحلمون بالنجم الافريقي. واش نقول لك نحيوهم بزاف بزاف يعني التدعيمات اللي هم يدعموا فينا. حنا ان شاء الله توجور يعني نقدموا كاع اللي علينا باش نفرحوهم باش نحققوا القاب ان شاء الله. لما لا يعني النجمه الافريقيه يعني حلم اي لاعب يعني في الفريق، حبينا الجيل هذا حب يصنع التاريخ ان شاء الله. يا خويا ربي يوفقنا ان شاء الله لما لا نحققوها ان شاء الله. مرسي، ربي يحفظك.